السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذه قصيدة أخرى لشاعر التناقضات وعدو الحكومات، إنه أحمد مطر. من لم يسمع باسمه؟ قد تقولون ليس بشاعر، ولكن شعره يتغنى به الجميع. هو الذي قال قصيدة هتف بها وتداولتها ألسن الجميع، إنه أحمد مطر. فهذه القصيدة بعنوان الثور والحظيرة هي سياسية، لكن لسنا في صدد القراءة السياسية. الثور والحظيرة. الثور فر من حظيرة البقر، الثور فر من حظيرة البقر، الثور فر. فثارت العجول في الحظيرة، تبكي فرار قائد المسيرة، وشكلت على الأثر محكمة ومؤتمر. فقائل قال قضاء وقدر، وقائل ماذا قال؟ وقائل لقد كفر، وقائل ماذا قال؟ وقائل إلى سقر. وبعضهم قال امنحوه فرصة أخيرة، لعله يعود للحظيرة في ختام المؤتمر. تقاسموا مربطه وقسموا شعيره، وبعد عام وقعت حادثة مثيرة، لم يرجع الثور ولكن ذهبت وراءه الحظيرة. ذهبت وراءه الحظيرة، هذه مرتبطة بشيء للجامعة العربية وسياسة العرب قبل 30 عاما أو أكثر، وهي قصيدة مطرية. ما أنا إلا بقارئ، أوصل لكم بعض الشعر الذي به قضايا، يعالج قضايا. وتابعونا ولا تنسوا الاشتراك، لا تنسوا الاشتراك يا جماعة. شكرا.